أصاب الكبر الشديد رجلاً تجاوز 80 من العمر، فأصبح في بعض الأحيان يفقد وعيه وذاكرته حتى يصبح كالمجنون، ثم تعود إليه وهكذا. كان هذا الرجل قد قام بتزويج أولاده 3 وأسكنهم في نفس البيت الذي يعيش فيه، ولكن زوجات أبنائه شعروا بضيق شديد من وجود هذا الأب، ولذلك وضعت الزوجات 3 خطة لطرد هذا الأب، وألححن على أزواجهن إلحاحا شديدا حتى يتقبلوا هذه الخطة، وهي الذهاب بأبيهم إلى دار المسنين عندما تأتيه الغيبوبة. وبالفعل استجاب الأبناء لزوجاتهم، وعندما أوشك الأب على الدخول في الغيبوبة ابتسمت الزوجات وقلن له: سوف نأخذك لدار للعلاج. وبعد أن راح الأب في غيبوبته هنأت الزوجات 3 بعضهن في فرحة كبيرة، وذهب الأبناء بوالدهم إلى دار المسنين وقالوا للمسؤولين: إن هذا الرجل وجدناه في الطريق ونريد أن نكسب الأجر، فأتينا به عندكم. يا أيها الإنسان ما غرك بربك الكريم الذي خلقك فسواك فعدلك في أي صورة ما شاء ركبك؟ كلا بل تكذبون بالدين وإن عليكم لحافظين كراما كاتبين يعلمون ما تفعلون. رحبت دار المسنين بهذا الأمر على أنهم بالفعل وجدوا هذا الرجل بالطريق، وليس له أحد إلا هؤلاء الذين جاءوا به لهذا المكان. وعند خروجهم قالوا لبواب الدار: إذا مات هذا الرجل فهذا رقم البيت ورقم الجوال، فاتصل بنا. عادت الذاكرة لهذا الأب فنادى على أبنائه 3 ليحضروا له ماء للوضوء، فجاء المسؤول والممرضون إليه وقالوا له: أنت في دار المسنين. سألهم الأب: متى أتيت إلى هنا؟ قالوا: أتيت في يوم كذا. وذكروا له أوصاف الأبناء الذين جاءوا به. قال الأب بحزن شديد: هؤلاء أولادي 3. ثم رفع يديه ودعا عليهم: اللهم كما فعلوا بي هذا الفعل، اللهم فأرني وجوههم تلتهب نارا يوم القيامة واحرمهم من الجنة. ثم طلب الأب المدير المسؤول بالدار وكتب جميع عقاراته وأملاكه وقفا لهذا الدار، ولم يتحمل هذه الصدمة وتوفي في الحال. فرح الأبناء بعدما اتصل بهم البواب وأعطوه مبلغا من المال، وذهبوا فرحين ليستولوا على أملاك أبيهم، ولكنهم فوجئوا برجال الأمن يوقفونهم ليخبروهم أن هذه الأملاك كلها أصبحت ملكا لدار المسنين، بل ويجب على كل منهم أن يخرج من شقته التي يسكن فيها. هذا في الدنيا قبل الآخرة. إن الله لا يظلم الناس شيئا ولكن الناس أنفسهم يظلمون. شيخ عجوز يجلس مع ابنه، وأثناء حديثهما طرق الباب فجأة، فذهب الشاب ليفتح الباب وإذا برجل غريب يدخل البيت دون أن يسلم، متجها نحو الرجل العجوز قائلا له: اتق الله وسدد ما عليك من الديون، فقد صبرت عليك أكثر من اللازم ونفد صبري. حزن الشاب لرؤية أبيه في هذا الموقف السيء، وأخذت الدموع تترقرق في عينيه. ثم سأل الرجل: كم على والدي لك من الديون؟ أجاب الرجل: أكثر من 90,000 ريال. فقال الشاب: دع والدي وشأنه وأبشر بالخير إن شاء الله. ثم اتجه الشاب إلى غرفته ليحضر المبلغ للرجل، فقد كان بحوزته 27,000 ريال جمعها من رواتبه أثناء عمله، وقام بادخارها ليوم زواجه الذي ينتظره بفارغ الصبر.
ولكنه آثر أن يفك به ضائقة والده. دخل الشاب إلى المجلس وقال للرجل: هذه دفعة من دين والدي، وأبشر بالخير ونسدد لك الباقي عما قريب إن شاء الله. بكى الشيخ بكاء شديدا طالبا من الرجل أن يقوم بإعادة المبلغ إلى ابنه، فهو يحتاجه، إلا أن الرجل رفض أن يلبي طلبه. فتوجه الشاب إلى والده وقبل جبينه وقال له: يا والدي، قدرك أكبر من ذلك المبلغ. في اليوم التالي وبينما كان الشاب في وظيفته متعبا، زاره أحد أصدقائه وقال له: كنت بالأمس مع أحد كبار رجال الأعمال، وطلب مني أن أبحث له عن رجل أمين وأخلاقه عالية ولديه طموح وقدرة على إدارة العمل بنجاح، فلم أجد شخصا أعرفه يتمتع بهذه الصفات غيرك أنت، فما رأيك في استلام العمل؟ امتلأ وجه الشاب بالبشرى، وفي المساء كان الموعد المرتقب بين رجل الأعمال والشاب. وارتاح الرجل له كثيرا وسأله عن راتبه، فقال له: راتبي عبارة عن 5000 ريال. فرد الرجل عليه: اذهب صباح غد وقدم استقالتك، وراتبك من الآن 15000 ريال، بالإضافة إلى عمولة على الأرباح وبدل سكن وسيارة من أحدث الطراز، وراتب 6 أشهر تصرف لك لتحسين أوضاعك. فما إن سمع الشاب هذا الكلام حتى بكى بكاء شديدا وهو يقول: أبشر بالخير يا والدي. سأله رجل الأعمال عن السبب الذي يبكيه، فروى له ما حصل قبل يومين، فأمر رجل الأعمال فورا بتسديد ديون والده. وهذه هي ثمرة من يبر والديه. ما عندكم ينفد وما عند الله باق، ولنجزين الذين صبروا أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون. من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة، ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون. كان عبد الله بن المبارك رجلا صالحا، وفي العام الذي أراد فيه الحج خرج في ليلة ليودع أصحابه قبل سفره، وفي الطريق شاهد منظرا ارتعدت له أوصاله واهتزت له أعصابه، حيث وجد سيدة في الظلام تنحني على كومة من قمامة وتلتقط منها دجاجة ميتة تضعها تحت ذراعها وتنطلق في الخفاء. فنادى عليها وقال لها: ماذا تفعلين يا أمة الله؟ فقالت له: يا عبد الله، اترك الخلق للخالق، فلله تعالى في خلقه شؤون. فقال لها ابن المبارك: ناشدتك الله أن تخبريني بأمرك. فقالت المرأة له: أما وقد أقسمت علي بالله فلا أخبرنك. فأجابته دموعها قبل كلماتها: إن الله قد أحل لنا الميتة، أنا أرملة فقيرة وأم لأربع بنات غيب الموت راعيهم، واشتدت بنا الحال ونفد مني المال، وطرقت أبواب الناس فلم أجد للناس قلوبا رحيمة، فخرجت أتلمس عشاء لبناتي التي أحرق لهيب الجوع أكبادهن، فرزقني الله هذه الميتة، أفمجادلني أنت فيها؟ وهنا تفيض عينا ابن المبارك وقال لها: خذي هذه الأمانة. وأعطاها المال كله الذي كان ينوي به الحج. وأخذتها أم اليتامى ورجعت إلى بناتها، وعاد ابن المبارك إلى بيته، وخرج الحجاج من بلده فأدوا فريضة الحج ثم عادوا. وفي المنام يرى ابن المبارك رجلا يشرق النور من وجهه يقول له: السلام عليك يا عبد الله، ألست تدري من أنا؟ أنا محمد رسول الله، أنا حبيبك في الدنيا وشفيعك في الآخرة، جزاك الله عن أمتي خيرا، لقد أكرمك الله كما أكرمت أم اليتامى، وسترك كما سترت اليتامى. فيا من تتباهون بكثرة الحج والعمرة والطواف بالكعبة، طوفوا حول الفقراء، حتما ستجدون الله عندهم.
فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى فسنيسره لليسرى وأما من بخل واستغنى وكذب بالحسنى فسنيسره للعسرى وما يغني عنه ماله إذا تردى إن علينا للهدى وإن لنا للآخرة والأولى فأنذرتكم نارا تلظى لا يصلاها إلا الأشقى الذي كذب وتولى وسيجنبها الأتقى الذي يؤتي ماله يتزكى وما لأحد عنده من نعمة تجزى إلا ابتغاء وجه ربه الأعلى ولسوف يرضى. بعد صلاة العصر وأثناء مرور زوجة شابة في طريقها إلى بيتها شاهدت سيدة تجلس بجوار أحد المحلات وأمامها قفص به دجاجتان كبيرتان فقط، فذهبت إلى هذه السيدة وسألتها: ألا يوجد لديك دجاج أصغر من هاتين الدجاجتين؟ فقالت لها السيدة: ليس عندي إلا ما ترين. فقالت لها الزوجة الشابة: يبدو أنني جئت متأخرة ولم ألحق بالدجاج الصغير، وللأسف فأنا لا أحب إلا الدجاج الصغير. قالت السيدة بنبرة حزينة: حتى لو جئت من أول النهار فما كنت ستجدي غير هاتين الدجاجتين، فأنا أجلس بهما منذ الصباح، وقد سمح لي صاحب المحل بارك الله فيه بأن أجلس أمام محله، وهاتين الدجاجتين كنت أربيهما في بيتي منذ شهور لأطعم بهما صغاري، ولكنهم بالأمس عادوا من المدرسة وقالوا لي إن إدارة المدرسة قالت لنا بأننا لن ندخل المدرسة إلا بملابس وحقائب جديدة، فخيرتهما أيهما أفضل لكم، دجاجتان مطهيتان أم ملابس وحقائب جديدة؟ فقالوا لي: بل ملابس وحقائب جديدة. فاستيقظت منذ الصباح الباكر وأخذت هاتين الدجاجتين لأبيعهما وأشتري بثمنهما ما يحتاجه أولادي، ولكن حتى الآن لم أستطع بيعهما. ابتسمت الزوجة الشابة وقالت للسيدة: كم تطلبين فيهما؟ قالت السيدة: 150 جنيها لا أكثر. أخرجت الزوجة الشابة 200 جنيه وأعطتهما للسيدة وقالت لها: لو تكرمت اذبحي هاتين الدجاجتين ونظفيهما حتى أعود إليك بعد دقائق. ذهبت الزوجة الشابة إلى إحدى المكتبات واشترت 3 حقائب وبعض الكشاكيل والأدوات المدرسية، ثم عادت إلى السيدة التي ناولتها الدجاجتين، فابتسمت لها الزوجة الشابة وقالت لها: الدجاجتان لأولادك بالهناء والشفاء، ألم أخبرك بأنني أحب فقط الدجاج الصغير؟ وخذي أيضا هذه الحقائب وبعض الأدوات المدرسية. بكت السيدة وهي تحتضن الزوجة الشابة، وفي هذه اللحظة خرج صاحب المحل الذي كان يتابع الموقف من بدايته وقال للزوجة الشابة: لقد أعطيتها مبلغا وطلبت منها أن تعود لبيتها بالدجاجتين، ولكنها رفضت بعفة نفس كبيرة، وعندما أطلت أنت معها في الحوار دعوت الله أن يرقق قلبك عليها وقد كان، ولا أستطيع إلا أن أقول لك: بارك الله فيك وفي أمثالك، اللهم رقق قلوب خلقك على خلقك. إن المصدقين والمصدقات وأقرضوا الله قرضا حسنا يضاعف لهم ولهم أجر كريم. والذين آمنوا بالله ورسله أولئك هم الصديقون والشهداء عند ربهم لهم أجرهم ونورهم. والذين كفروا وكذبوا بآياتنا أولئك أصحاب الجحيم. اعلموا أنما الحياة الدنيا لعب ولهو
لعب وله وزينة وتفاخر بينكم وتكاثر في الأموال والأولاد كمثل غيث أعجب الكفار نباته ثم يهيج فتراه مصفرا ثم يكون حطاما وفي الآخرة عذاب شديد ومغفرة من الله ورضوان وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور فتاة على خلق ودين تصلي وتحفظ القرآن وتجتهد قدر استطاعتها لترضي خالقها وكانت تذهب إلى المسجد كل يوم عند صلاة المغرب وبعد انتهاء الصلاة تقوم بتحفيظ الصغيرات القرآن حتى الأذان لصلاة العشاء أعجبت هذه الفتاة بجارهم الشاب التقي الذي تراه لا يترك فرضا إلا وصلاه بالمسجد وكانت تشعر بسعادة كبيرة عندما تتحدث أسرتها عن أخلاق والتزام هذا الشاب شعرت والدة الفتاة بإعجاب ابنتها بهذا الشاب وعلمت من والدته أنه يستعد للسفر خارج البلاد وأنه بعد أن يستقر في غربته سيبحث عن عروس من بلده ففرحت الأم بهذا الخبر وفي ليلة سفره بعد صلاة المغرب طلبت الأم من ابنتها أن تذهب معها ليودع هذا الشاب وفي تفكيرها لفت نظر الشاب لابنتها لتكون زوجته القادمة ولكن حياء الفتاة منعها من الموافقة على رأي أمها وقالت لها لا أستطيع أن أترك درس التحفيظ لأودع جارنا أو لألفت نظره كما تفكرين سافر الشاب إلى هولندا وبعد 6 أشهر قرر البحث عن زوجة بالرغم من مروره بظروف قاسية ولكن ثقته بالله ويقينه بقول رسول الله صلى الله عليه وسلم 3 حق على الله عونهم المجاهد في سبيل الله والمكاتب الذي يريد الأداء والناكح الذي يريد العفاف جعله يقدم على الزواج مطمئنا فأوكل المهمة إلى والدته وأوصاها بأن تبدأ بالقريبة وكان يقصد جارته لإعجابه بالتزامها وخلقها ولكن الأم ظنته أنه يوصيها بإحدى قريباته فسافرت لإحدى المدن لابنة خالته لتخطبها له وعندما قالت لها أن ابني يعمل ويعيش بالغربة وافقت وأتت وجلست بجانب الأم وعندما سألتها الأم عندما يتم الزواج هل تقبلين أن تعيشي معه في أوغندا؟ تغيرت ملامح الفتاة وغضبت وقالت أوغندا مستحيل عادت الأم إلى مدينتها حزينة مكسورة الخاطر وعندما وصلت بالقرب من بيتها التقت بجارتهم بالطريق وسألتها عن سبب حزنها فحكت لها القصة ثم سألت الفتاة جارتهم والله إني أحبك كثيرا لأدبك وأخلاقك هل تقبلين يا ابنتي الزواج من ولدي وتذهبين معه إلى أوغندا؟ ابتسمت الفتاة وقالت أوافق يا أمي وفي المساء ذهبت الأم وأسرتها لخطبة الفتاة ثم اتصلت بابنها بالهاتف وبعد أن سلمت عليه وأخبرته بموافقة جارتهم أعطت الهاتف لها لتتحدث مع ابنها وبدأت الفتاة بالسلام ثم سألته كيف الأجواء عندك في أوغندا؟ ضحك الشاب وقال لها أنا أعيش بهولندا وأمي تخطئ دائما وتقول أوغندا وكم أنا سعيد لأن والدتي فهمت رغبتي ونفذت وصيتي واختارتك عندما طلبت منها أن تبدأ بالقريبة فرحت الفتاة كثيرا عندما شعرت أنه تمناها كما تمنته ودعت الله كثيرا أن يحقق أمنيتها فحمدت الله على عطائه وتدبيره وقالت صدقت يا رسول الله حين قلت إذا تمنى أحدكم فليستكثر فإنما يسأل ربه وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون